أهداف الدرس هذا اليوم التعرف على الدالة الدرجية، تمثيل الدالة الدرجية، التعرف على دالة القيمة المطلقة، تمثيل دالة القيمة المطلقة. بداية نبدأ بالدالة الدرجية. ما هي الدالة الدرجية؟ استفهام، ما هي الدالة الدرجية؟ الدالة الدرجية تعتبر من الدوال المتعددة التعريف، الدوال الخطية الشهيرة المتعددة التعريف. وتسمى بدالة أكبر عدد صحيح، دالة أكبر عدد صحيح. تتكون من قطع مستقيمة أفقية، قطع مستقيمة أفقية. تكتب على الصورة f of x تساوي قوس مربع x، قوس مربع x رمز للدالة الدرجية، رمز للدالة الدرجية. الرمز الموجود، الرمز x، هو أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي الإكس، أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي العدد إكس. مثال: الدالة الدرجية للعدد 5 يساوي 5. للسالب 5، والسالب 5 أيضا عدد صحيح، إذا يساوي سالب 5. أما إذا أتينا إلى الأجزاء 3 و25%، 3 و25%، أريد أكبر عدد صحيح أقل من 3 وربع، أقل من 3 وربع. نعرف الأعداد الصحيحة الأقل من 3 وربع، حتكون 3، 2، 1، 0، -1، ولكن نحتاج إلى أكبر عدد صحيح أقل من الموجود، أكبر عدد صحيح أقل من الموجود ويساوي العدد 3. سالب 3 و25%، سالب 3 و25%، أقل عدد صحيح، أقل عدد صحيح هيساوي كم؟ أقل عدد صحيح للسالب 3 وربع، أقل عدد صحيح للسالب 3 وربع، طبعا اللي أقل منه رح يكون السالب 4، اللي أقل منه رح يكون السالب 4، ليس السالب إيه؟ السالب 3. هنا بعض الطلاب يخطئوا في الجزئية هذه، اللي أقل منه حيكون السالب سالب 4. مثال اختياري: أكبر عدد صحيح أقل من سالب 2 و4 من 10 هو العدد الأقل من سالب 2 و4 من 10، رح يكون العدد سالب 3، العدد سالب 3. سالب باي، سالب باي، معروف ان الباي يساوي 3.14% تقريبا، 3.14%، وما بينه بالسالب، اقل عدد صحيح قريب الى السالب 3.14%، اقل عدد صحيح، أكبر عدد صحيح أقل من العدد سالب 3 و14%، رح يساوي العدد سالب 4، العدد سالب 4. لو طلب مني تمثيل الدالة الدرجية، كيف نمثل الدالة الدرجية؟ f of x تساوي دالة درجية لx
دالة درجية للإكس أبغى أمثلها بيانيا، وبعد كده أريد تحديد المجال والمدى، أريد تحديد المجال والمدى. لما نبدأ بتمثيل الدالة الدرجية في المستوى الإحداثي هيكون إيه؟ الأعداد من سالب 2 إلى قبل الواحد، من سالب 2 إلى قبل الواحد، جميعها تأخذ الواي بيأخذ إيه؟ قيمة للسالب 2. الأجزاء من سالب 2، من سالب 2 البداية من سالب 2 إلى قبل السالب 1، كل هذه الأجزاء حيكون العدد أكبر عدد صحيح أقل من الموجود هنا أو يساويه اللي هو العدد سالب 2. إذا قيم الإكس من سالب 2 إلى قبل سالب 1، قيم الواي اللي هي الاف اكس هتساوي السالب 2 في الجزئية أولى. مغلق عند السالب 2، مفتوح عند السالب 1. انتهينا من السالب 2، ننتقل إلى الأعداد من سالب 1 إلى 0. من سالب 1 إلى 0، من سالب 1 إلى قبل 0، العدد الصحيح اللي أقل من الأجزاء من الصفر إلى السالب 1 راح يكون العدد إيه؟ العدد سالب 1. إذا من سالب 1 إلى قبل الصفر، إلى قبل الصفر كل هذه القيم حتساوي السالب 1. لو أخذنا الآن من صفر إلى الواحد، القيم كم حتكون؟ من صفر إلى الواحد القيم راح تكون حتساوي العدد صفر. طيب لو أخذنا من واحد إلى اثنين، هاي علي، من واحد إلى اثنين تبدأ من الواحد وأقل من إيه؟ أقل من اثنين، ما هو العدد الصحيح الذي يكون من الواحد إلى أقل من الاثنين؟ أكبر عدد صحيح، أكبر عدد صحيح راح يكون العدد واحد، من الواحد إلى أقل من الاثنين، جميعها العدد الصحيح، أكبر عدد صحيح أقل من العدد الموجود هنا أو يساويه راح يساوي العدد واحد، يساوي العدد واحد. بالمثل من 2 إلى 3، بالمثل من 3 إلى 4، وأنا طالع بالشكل ده. الآن هذه الدالة شكلا تشبه الدرج، بذلك سميت الدالة الدرجية. مجال الدالة الدرجية، مجال الدالة الدرجية، ما هو مجال الدالة الدرجية؟ طبعا المجال هي قيم الإكس، المجال قيم الإكس. لو لاحظنا قيم الإكس بتاخذ جميع الأعداد، قيم الإكس بتاخذ جميع الأعداد، قيم الإكس بتاخذ جميع إيه؟ جميع الأعداد. طيب هيكون إيه؟ المجال لدينا بما إنه جميع الأعداد هتكون الأعداد الحقيقية اللي هي الآر. جميع الأعداد الحقيقية اللي هي الآر. إذا مجال الدالة هنا الآر. طيب المدى، المدى لاحظ المدى، لو تلاحظ في بداية السؤال لما كنا نحدد القيم f of x، ألاحظها إيه؟ قيم أعداد إيه؟ أعداد صحيحة. لو نجي للجداول التالية السابقة اللي أخذناها، شوف هنا الاثنين قبلها الواحد، قبلها كان عندي الصفر، قبلها سالب واحد، قبلها سالب اثنين، ما عندي أجزاء، ما عندي عملية أجزاء. طيب هذه الأعداد إيش نسميها هذه الأعداد؟
المجال هو الار. طب المدى اللي هي قيم الواي اعداد كلية. طيب يا علي ايش هي الاعداد الكلية يا علي؟ الاعداد الكلية تبدأ من العدد صفر. الاعداد الكلية تبدأ من العدد صفر، ولكن هنا عندي ايه؟ عندي في اعداد سالبة، في عندي اعداد ايه؟ اعداد سالبة. اذا هنا علي نقول ايه؟ ليست الاعداد الكلية فقط، انما حتكون زيادة عليها الاعداد الصحيحة اللي هو الزد الاعداد الصحيحة. المدى الاعداد الصحيحة. نجي هنا يقول لي مثل في التدريب هذا، مثل الدالة f of x تساوي x زائد 2، x زائد 2 أكبر عدد صحيح x زائد 2، ثم حدد المجال وحدد المدى. لما حنبدأ نرسم ناخذ قيم للx زي ما أخذناها في المثال السابق، ناخذ قيم للx مجموعة قيم، ولكن بدل ما أخذها 1 2 3 4 بالشكل ده، اخذ الاكس كفترات من الى. هتبدا مثلا من الصفر الى ايه؟ الى قبل الواحد، من الصفر الى قبل الواحد بالشكل هذا. طيب هنبدا بالاعداد ايه؟ العدد الاول، هناخذ اعداد من اسفل، كم حتكون هنا؟ سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4. هبدا من سالب 4 الى قبل ايه؟ الى قبل سالب 3. من سالب 4 إلى قبل سالب 3. لما أضعها هنا، ما هو أكبر عدد صحيح أقل من محصور بين السالب 4 والسالب 3؟ طبعا هنا راح يكون عندي العدد مين؟ العدد الصحيح اللي هو السالب 4. سالب 4 زائد 2. سالب 4 زائد 2 كم حتساوي هنا؟ سالب 4 زائد 2 وحتساوي سالب 2. إذا حيكون من سالب 4 إلى سالب 3 الواي حيكون سالب 2، يعني حتكون في الخطة هذا في الجزئية دي. بعد كده هاخذ من سالب 3 إلى سالب 2، من سالب 3 إلى سالب 2، من سالب 3 إلى قبل سالب 2، الإكس أكبر من أو تساوي سالب 3 أصغر من سالب 2، لما أعوضها في أكبر عدد صحيح هيطلع لي الناتج سالب 3. سالب 3 زائد 2 وهذا حيساوي سالب 1. إذا هنا من سالب 3 إلى سالب 2 حتساوي سالب 1. بعدها من سالب 2 إلى سالب 1، والقيمة هذه حيكون سالب 2. سالب 2 زائد 2 وتساوي العدد 0، ومثلها على المستوى الإحداثي. من سالب 2 إلى سالب 1 راح يكون عندي 0، ومن سالب 1 إلى 0، سالب 1 زائد 2 حيساوي موجب 1. من 0 إلى الواحد حيكون الناتج 0، 0 زائد 2 حيساوي العدد 2. أيضا من الواحد إلى الاثنين وهذا هنا حيساوي العدد 1، 1 زائد 2 ويساوي العدد 3. مثلت الدالة الدرجية مجالها، مجال الدالة الدرجية اللي هو كل الأعداد الحقيقية. مدى الدالة الدرجية، لاحظ هنا الأعداد اللي تطلع معاي اللي هي الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة زد، الأعداد الصحيحة زد. المجال R والمدى اللي هو الزد.
المجال R والمدى S. بكذا استطعنا تمثيل الدالة الدرجية في المستوى الإحداثي. مثال: مجال الدالة F of X يساوي أصغر عدد، أكبر عدد صحيح أصغر من أو يساوي X ناقص 3 زائد 2. بما أنه هذه الدالة درجية، إذا مجالها دائما هو الR. الأعداد، المجال دائما الأعداد الحقيقية، والمدى دائما اللي هو الزد. مثال من واقع الحياة: يتقاضى مجمع للشقق المفروشة 300 ريال مقابل تأجير الشقة ليوم واحد أو جزء من اليوم، و250 ريال مقابل تأجير الشقة ذاتها لأي يوم إضافي أو جزء منه. اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف ومثلها بيانيا. طبعا عندما أروح أستأجر شقة مفروشة في أي مكان، حيبدأ الحساب معك أول ما تبدأ استئجار الشقة. إذا أول يوم حياخد مني إيه؟ حياخد 300. إذا زودت بعد كده حيزود على كل يوم إيه؟ 250 ريال. إذا 300 ريال اليوم الأول، 250 إضافة عن أي يوم إضافي، على أي جزء من يوم إضافي. التمثيل البياني حيكون دالة متعددة التعريف، وهي الدالة الدرجية. إذا كان زمن التأجير أكبر من صفر وأقل من واحد، حيساوي هذا الكلام يوم. أول يوم حيكون 300، وإذا الزمن أكبر من يوم، يعني حيبدأ من واحد وأقل من أو يساوي يومين، الأجرة حتزيد 300 زائد 250، 550 وهكذا، وحبدأ أزود كل يوم كل يوم 250. هستعمل الزمن مع الأجرة بحيث أعمل جدول X عدة أيام، و T of X هي أجرة المجمع، وبعد كده أرسمها، أعمل مستوى إحداثي وحمثله من صفر إلى أقل من أو تساوي اليوم، حدفع 300. طيب إذا زودت على اليوم إلى أقل من أو تساوي يومين، 300، 250، 550. إذا زودت على اليومين إلى الثلاثة الأيام، زيادة على اليومين وأقل من أو تساوي ثلاثة أيام، أزود لل 550، 250، 800، حتصير 800. إذا أخذت أكثر من ثلاثة أيام إلى أربع أيام تماما، هزود على 800 أيضا 250، حيصير 1050. لو زودت كمان يوم هزود هنا 250، حيصير 1300 ريال للخمسة الأيام، وهكذا 300، 550، 800، وأنا ماشي بالشكل ده. ولاحظ أن دالة درجية، مثلناها كدالة درجية. بالمثل التدريب التالي: تتقاضى مؤسسة متخصصة في سيارة المصاعد 100 ريال عن كل ساعة عمل أو أي جزء منها تطلبها الصيانة. مثل الدالة الدرجية تصف ذلك الموقف بيانيا. 100 ريال عن كل إيه؟ عن كل ساعة. بالمثل: الساعة الأولى حتكون بمية، الساعة الثانية حتكون ب200، الساعة الثالثة 300، الرابعة 400، الخامسة 500، والسادسة 600. دالة درجية. بالمثل حتى هنا نلاحظ أيضا في واقع الحياة مواقف السيارات التأجير في الساعة، التأجير في الساعة، كل ساعة راح تدفع حسب الموقف
3 ريال او 5 ريال او 10 ريال حسب ايه؟ حسب الموقف. وكل ما دخلت ساعة اخرى يزيد ايه؟ يزيد المبلغ بمدة الساعة. مثال اختياري، قاعة للاجتماعات تحتوي على طاولات تتسع كل منها 8 اشخاص. اذا كان عدد الطاولات المستعملة يعتمد على عدد الاشخاص، فما نوع الدالة التي يمكن استعمالها لنمذجة هذا الوضع؟ هل حنستخدم الدالة الخطية ام الدالة الدرجية ام الدالة القيمة المطلقة ام الدالة الثابتة؟ نلاحظ هنا لابد ان تمتلئ الطاولة 8 اشخاص، ثم بعد كده ينتقل الى الطاولة الاخرى، وهذه حتكون عندنا دالة درجية، حتكون عندنا دالة درجية. اذا النموذج هذا يكون للدالة الدرجية. كده انتهينا من الدالة الدرجية. ننتقل الان الى الدالة القيمة المطلقة. دالة القيمة المطلقة. تعريف الدالة القيمة المطلقة هي دالة متعدد التعريف تحتوي على عبارة جبرية يستعمل فيها رمز القيمة المطلقة. رمز القيمة المطلقة اهو اللي باللون الأحمر، رمز القيمة المطلقة. نبدأ دالة القيمة المطلقة الأساسية، ويطلق عليها الدالة الأم. f of x هتساوي القيمة المطلقة لx، وتعرف على النحو التالي. طبعا قيمة مطلقة لا يمكن تكون سالبة. x زي ما هي، x تطلع زي ما هي. متى تطلع كما هي؟ إذا كان x هذا عدد ايه؟ عدد موجب. صفر عندما x يساوي صفر. طيب هتطلع السالب x. متى الكلام ده؟ إذا كان الإكس حيكون أقل من صفر. طيب أقل من صفر معناها سالب، والقيمة المطلقة معناها موجب. أحول هذا العدد السالب إلى موجب، وذلك بضربه في سالب واحد. ينضرب في سالب واحد يتحول إلى قيمة موجبة. ويصبح التعريف إكس كما هو. العدد يطلع كما هو. متى؟ إذا كان الإكس أكبر من أو يساوي الصفر. سالب إكس إذا كان الإكس أقل من الصفر. مثلا لو عندي العدد إيه؟ العدد اثنين، إيش حيطلع العدد اثنين؟ قيمة مطلقة العدد اثنين هي اثنين. واحد القيمة المطلقة زي ما هي الواحد، صفر هيطلع ايه؟ صفر. طيب بعد كده لو انا عندي العدد سالب واحد، كيف احوله الى موجب؟ كيف اتحول الى واحد؟ انضرب العدد سالب واحد في اشارة السالب الموجودة هنا، سالب في سالب يصبح عندي ايه؟ موجب. سالب اثنين العدد سالب، عشان اطلع ان القيمة المطلقة هينضرب في اشارة السالب هنا، سالب اثنين في سالب هيطلع موجب ايه؟ موجب اثنين. امثل هذه النقاط. النقطة الأولى صفر وصفر. النقطة الثانية واحد وواحد، اثنين واثنين، سالب واحد وواحد، سالب اثنين وموجب اثنين، سالب اثنين وموجب اثنين. لو تلاحظ هنا العدد الصفر هو الأهم في عملية الرسم. اللي هو العدد صفر. ومنه حنرسم نصف المستقيم الأول عندما تكون قيم الإكس أكبر من صفر، ونصف المستقيم الثاني عندما تكون قيم الإكس أقل من الصفر. نصل الخطين، وهذه هي القيمة المطلقة. وشكل التمثيل البياني للقيمة المطلقة على شكل حرف البي،
مجال القيمة المطلقة، المجال هو الآر. المدى، المدى يعتمد على عملية الرسم، على عملية الرسم. أقل قيمة للواي راح تساوي العدد صفر، ونلاحظ أن قيمة الواي، قيمة الواي بتزداد، قيمة الواي بتزداد. إذا المدى راح يكون جميع الأعداد أكبر من الصفر f of x، بشرط أن f of x أكبر من أو تساوي العدد صفر. إذا ألاحظ الرسم إلى الأعلى، إذا المدى راح يكون من الصفر إلى ما لا نهاية، الأعداد التي أكبر من الصفر. مثال، مثل الدالة 2 f x تساوي القيمة المطلقة 2 x ناقصا العدد 4 بيانيا، ثم حدد كل من المجال والمدى. لما برسم الدالة هذه، أبغى أمثل الدالة هذه، حبدأ بالقيمة المطلقة، أبدأ بالقيمة المطلقة اللي هي 2 x، أخذ القيمة المطلقة هذه ما بداخل القيمة المطلقة 2 x أساويها بالصفر، أساويها بالصفر، نساويها بالعدد صفر. بمعنى 2 x يساوي الصفر، أحلها طلعت قيمة الـ x إيه؟ قيمة الـ x الصفر. لما طلعت قيمة الـ x الصفر، إيش نعمل بيها؟ إيش الفائدة منها؟ آخذ أعداد عشان أرسم، آخذ أعداد أكبر من الصفر وأعداد أقل من الصفر وأعوض في المعادلة. أعداد أكبر من الصفر وأعداد أقل من الصفر من أجل التعويض في المعادلة. كون الجدول، يحوي قيم أكبر من صفر وقيم أصغر من صفر، ونعوض في المعادلة. لاحظ هنا الصفر، لما أعوض 2 ضرب صفر بصفر، صفر ناقص 4 بسالب 4، أخذنا أعداد أكبر منها. 2 ضرب سالب 1 بسالب 2، سالب 2 قيمة مطلقة حيطلع 2، 2 ناقص 4 بسالب ايه؟ سالب 2. عدد الثاني سالب 2، 2 ضرب سالب 2 بسالب 4، قيمة مطلقة ب 4، 4 ناقص 4 بصفر. هذه الأعداد أقل من الصفر، طيب ناخذ أعداد أكبر من الصفر. 2 في 1 ب 2، قيمة مطلقة ب 2، 2 ناقص 4 سالب 2، أعوض بال 2، 2 في 2 ب 4، 4 قيمة مطلقة ب 4، 4 ناقص 4 بصفر. عشان كده نبدأ بالعدد اللي داخل القيمة، داخل القيمة المطلقة. مثلنا النقاط، مثلنا النقاط، نرسم نصف المستقيم الأول ونصف المستقيم الثاني المكونين للقيمة المطلقة. المدى، مجالها R، المدى، المدى حيكون فين المدى؟ لاحظ أقل قيمة للواي اللي هي سالب 4، ثم ترتفع إلى الأعلى، ثم ترتفع إلى الأعلى. إذا أقل قيمة سالب 4 إلى الأعلى، إذا المدى راح يكون f of x، شرط أن f of x أكبر من سالب 4، يعني من سالب 4 إلى ما لا نهاية، من سالب 4 إلى ما لا نهاية. تدريب، مثل الدالة f of x تساوي القيمة المطلقة x زائد 1 بيانيا، x زائد 1 بيانيا. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى إيش هي؟ ما بداخل القيمة المطلقة نساويه بالعدد صفر، نحل المعادلة دي، ما بداخل القيمة المطلقة أساويها بالصفر، أحلها
طلعت عندي قيمة الاكس بكم؟ بسالب واحد. اذا ناخذ اعداد اكبر من سالب واحد واعداد اصغر من سالب واحد ونكون الجدول. سالب واحد في النص، اصغر منها سالب اثنين وسالب ثلاثة، اكبر منها صفر والواحد. وممكن تختار انت نقاط براحتك، اهم حاجة انها تكون اكبر من سالب واحد واقل من سالب واحد. سالب واحد زائد واحد صفر. اذا اخذنا السالب اكبر من صفر، صفر زائد واحد حيساوي العدد واحد. عدد اخر سالب اثنين، سالب اثنين زائد واحد حيكون سالب واحد. قيمة مطلقة للسالب واحد حيطلع العدد موجب واحد. عدد اخر واحد، واحد زائد واحد حيساوي الاثنين. اذا هنا حتكون النقطة الثانية واحد واثنين. ناخذ عدد اقل من سالب اثنين حيكون سالب ثلاثة. سالب ثلاثة زائد واحد سالب اثنين. القيمة المطلقة لسالب اثنين راح يكون موجب اثنين، ونمثل هذه النقطة. نصل النقاط بعضها، نصف المستقيم الأول الذي بدايته سالب واحد من الترفع الأعلى، ونصف المستقيم الثاني من سالب واحد إلى اليسار، وهذه حتكون دالة القيمة المطلقة، دالة القيمة المطلقة. مجالها R، المدى تبعها، المدى راح يكون من الصفر إلى الما لا نهاية. يعني لما أجي أتكلم عن المدى حقول f of x أكبر من أو تساوي العدد الصفر. f of x شرط أن f of x أكبر من أو تساوي الصفر. مثال: أي دالة مما يأتي يكون فيها f of سالب نص لا يساوي سالب واحد. القيمة هنا كم؟ سالب واحد. أي من الدوال يطلع الناتج فيها دائما موجب؟ بيطلع الناتج فيها دائما إيه؟ دائما موجب. هاي علي؟ دالة بيطلع الجواب موجب دائما، اللي هي مين؟ دالة القيمة المطلقة. دالة القيمة المطلقة لا يمكن يطلع فيها الجواب بالسالب. إذا هنا إجابتي راح تكون إيه؟ راح تكون البي. الإجابة راح تكون البي. ممتاز يا علي. طيب الآن ما هي الدوال التالية المدى تبعها أقل من صفر؟ يعني حيكون إيه؟ المدى قيم الواي سالبة. يعني الرسمة حتكون إلى أسفل. رسمتها تكون إلى إيه؟ إلى أسفل. قيم الواي سالبة. عندك فكرة في هذه يا علي؟ إذا ما نعرف نرسم كل رسمة الحال. الدالة الأولى f of x تساوي سالب x، وهذه نمثلها بخط إيه؟ بخط مستقيم. ممتاز يا علي، هذه نمثلها بخط مستقيم. أجي ألاحظ المدى، المدى تبعها مين؟ المدى تبعها راح يكون كل الأعداد الأعلى إلى الأسفل، المدى تبعها r. طيب الدالة الثانية، الدالة هذه دالة إيه؟ دالة أكبر عدد صحيح. دالة أكبر عدد صحيح، ونحن نعرف المدى تبعها اللي هو الأعداد الصحيحة. الزد فيها موجب وفيها إيه؟ وفيها السالب. إذا هنا هذه القيمة الثانية. الثالثة اللي هي القيمة إيه؟ القيمة المطلقة الموجبة، وإحنا تعرفنا عليها أن الموجبة إلى إيه؟ إلى الأعلى. طيب لما جت السالب هنا، السالب ليس داخل القوس، ليس داخل القيمة المطلقة، إنما خارج القيمة المطلقة. حيعكس لي الرسمة دي، حتصبح الرسمة إلى إيه؟ إلى الأسفل. إذا زي ما قلت أنت ما شاء الله تبارك الله،
الإجابة راح تكون الدي، وهي المدى تبعها جميع الأعداد اللي أقل من صفر، جميع الأعداد اللي أقل من الصفر. الإجابة في هذا السؤال اللي هي الدي. أخذنا في درس اليوم الدوال المتعدد التعريف، أخذنا الدالة الدرجية ودالة القيمة المطلقة، الدالة الدرجية ودالة القيمة المطلقة.